هذا لقاء تشاوري بين 6 وزراء لدول خليجية، 4 دول خليجية: المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، والكويت، والبحرين، إضافة إلى مصر والأردن. يعني هي الأكثر الدول الأكثر فاعلية في المنطقة، لها مواقف متقاربة. أعتقد أن هذا اللقاء سيتمخض عنه الكثير من القرارات، سواء المعلنة أو غير المعلنة. أنا أعتقد أن هذا اللقاء سوف يتخذ قرار بحيال إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ومن ثم مشاركتها في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في 31 من شهر آذار المقبل في تونس. بعض الدول أعادت سفرائها، ورفع الأردن أيضا تمثيله الدبلوماسي مع سوريا، وبالتالي أعتقد أن الدول العربية سوف تضغط باتجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومشاركتها في القمة، إضافة إلى الملف الإيراني و المؤتمر الدولي الذي سيعقد في وارسو في 15 من شهر شباط القادم، وهو ملف مهم جدا. سوف يكون موقف محدد من هذه الدول اتجاه الموضوع الإيراني وتدخلها المباشر في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، وتوسعها ويعني وجودها حضورها في عدد من هذه الدول.